هنعمل مشروب القرع عسلي. قرع جبته قشرته، شلت منه البذر كويس جدا، قطعته مكعبات على النار، حطيته بنقطه ميه مش بميه كتير او على حمام بخار لحد ما استوى. اخدته ورحت هرساه، ما حطيتش سكر، ما حطيتش اي حاجه خالص، ويفضل ان هو يتعمل على البخار عشان ما نفقدش قيمته، او نعمله على حبه ميه صغيرين جدا فهو بيرجع يشربهم ويتهرس بيهم، فنبقى احنا ما فقدناش حاجه من اهميته. لبن او كريمه او الاتنين مع بعض، قرفه، جوزة الطيب، قرنفل، كلهم بودره. عندي كمان جنزبيل فريش مبشور، وعندي بشر برتقان. يلا بينا يلا بينا. طيب اللي مش حابب يدخل لبن او كريمه او عنده حساسيه منهم ممكن يدخل عصير برتقان بدل اللبن والكريمه، اذا في حد ايه عنده حساسيه او مش حابب يعني ان هو يستخدمهم. هنعمل ايه احنا بقى؟ انا الصراحه قررت استخدم كريمه بدل اللبن وهم هينتحروا، بس انا ايه انتوا عارفين بعمل نفسي مش واخده بالي. كريمه، بشر برتقان، جوزة الطيب. بصوا بقى رشه، يعني رشه يعني اللي هو ايه اقل من طرف المعلقه حتى عشان ما يبقاش في الاخر الدنيا كتير قوي وتطلع طعمها وحش. قرفه، يبقى قرفه وجوزة الطيب وقرنفل، بشر برتقان وكريمه ونقطه جنزبيل، نقطة جنزبيل، وأرفع هنا على النار وأقوم جايبة سكر أحلي زي ما أنا عايزة. يا سلام لو استخدمنا عسل كمان يبقى ألطف كتير للفايدة، يعني بالذات للولاد. أهو هنزل الأول القرع العسلي وبعدين أبتدي أخد قرار بقى أنا محتاجة سكر زيادة ولا لأ. انا حاطه هنا، نسيت اقول لكم، انا حاطه هنا برضو في مصفى اذا في شويه ميه زياده ولا حاجه، ولو ان ما فيش ميه خالص اهو يعني، بس برضو عشان ما تبقاش خفيفه، يعني انا عايزه المشروب ايه محترم كده، تقيل كده وماسك نفسه. هزود بقى من كل حاجه نقطه عشان بس نظبط الطعم، نقطه. بصوا ازاي، بصوا الرشه عامله ازاي اهو، بحذر شديد عشان الحاجات دي لما بتزيد بتقلب بقى بالعكس بصراحه. قرنفل، بشر برتقان، جنزبيل، جوزة الطيب، قرفه. ملاحظين ازاي الكميات قليله؟ بس كده ونقلب تاني. وهنرجع تاني ونقول القوام زي ما احنا عايزين، في ناس بتحب القوام تقيل جدا، في ناس تحب القوام خفيف، دي حاجة ترجع لكم حسب الذوق، يعني دي أنا مش هتحكم فيها. بس كده كده بالنسبة لي القوام وسط لطيف جدا، عايزين تخففوه عن كده مفيش مشكلة برضو. نسيبه بس يغلي لحد ما يسخن وخلاص يبقى جاهز للتقديم. Thank you.